كما حث فضيلة الشيخ عدنان بن عبد الله القطان خلال خطبة الجمعة المسلمين إلى عدم الذهاب للأرض التي ينتشر فيها الوباء واتباع الإجراءات التي تعلن عنها الجهات المختصة. من هدي الإسلام في التعامل مع الوباء عدم الذهاب إلى الأرض التي ينتشر فيها وعدم الخروج منها إلا بعد تأمين قدوم المسافرين. يدل على ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا الحديث يدل على أن الإسلام سبق إلى ما يسمى بالحجر الصحي، ومن هنا يعلم عباد الله أن ما اتخذه قادة البلاد والحكومة الموقرة وفقهم الله من إجراءات صحية كالحجر الصحي وتخصيص أماكن لعزل القادمين من الخارج المشتبه بإصابتهم بهذا الداء ومنع السفر لأماكن الوباء وإغلاق بعض المحلات التجارية وتعليق الصلوات في المساجد والجمع وتعليق العمرة والزيارة مؤقتا وحث الناس على البقاء في البيوت ولبس الكمام وعدم المصافحة والمعانقة هو من هذا الباب والهدي الإسلامي، ويحقق مقاصد الشريعة في حفظ النفوس والأبدان.